بعد تعيين وزيرة للسعادة في الإمارات، وزير إماراتي يصرح سعادة الإنسان من مؤشرات قياس أداء الحكومة. ومعنا ومعاكم وزيرة السعادة المصرية دكتورة ابتسام سعيد. رحبوا بيها. أهلاً وسهلاً. سعيدة. أنا آسف، كان مكتوب قدامي سعيد، ابتسام سعيد. لا، أنا بقول لك سعيدة. سعيدة مبارك يا فندم، أهلاً وسهلاً. كلمينا بقى عن المنصب الجديد ده كأول وزيرة سعادة في مصر. بص، أنا مش عايزة أتكلم كتير، أنا جاية أعمل ونفذ. الله، واضح إن حضرتك داخلة سخنة ما شاء الله وعندك خطة. أمال؟ خطة ما تخرش المية. إيه، دي حاجة كويسة جدا، طب إيه الخطة بقى؟ أول حاجة الفن. عشان الفن مرآة الشعوب. صحيح. يبقى نلمع المراية. إزاي يا فندم؟ أقول لك، أي حاجة تجيب الحزن والغم في الأفلام، الأغاني، المسرحيات هتتشال تماما. فعلا؟ أها. يعني عندك مثلا هاني شاكر مصادرة أعماله بالكامل، محمد محي مصادرة أعماله بالكامل، نيلي كريم بقى بتاعت المسلسلات الكارب دي اللي بتطلع تعيط طول المسلسل هتصدر كل أعمالها برضه؟ لا، دي هنعتقلها أساسا. وش كده؟ أمال؟ أمال؟ أنا ما عنديش تهريج في الهزار. ما علينا، أيوة يا فندم، بس أكيد مش هنمنع الحزن، يعني ده شعور طبيعي وأساسي. أنا ما قلتش نمنعه، هنقلله بس ننظمه. عايز تحزن؟ احزن، بس بشكل حضاري، هيبقى فيه تصاريح حزن. تصاريح حزن؟ ايوه ايوه يا حبيبي، تصاريح حزن مدرجه من اول المغص اللي هو التصريح الليموني ده لحد حالات الوفاه اللي هو الكحلي الغامق القامط، عشان لو اتمسكت في لجنه مكشر ولا حاجه يبقى معاك تصريح. يا فندم، دي مش مصاريف زياده على المواطن، يعني لو حد عنده ظروف ورا بعض مثلا هيجيب منين؟ لا لا لا، ده بنطلع له كارنيه الاحزان. كارنيه الاحزان؟ ايوه. وبعدين مش كل حاجه بقى على الوزاره، المواطن لازم يشتغل معانا شويه. يعمل ايه المواطن يا فندم؟ الرضا، السعاده، رضا. ما هو يرضى ازاي يا فندم؟ هو مش مبسوط اصلا، يعني ده عنده بلاوي. يبص على بلاوي غيره، اللي يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته. تمام. يعني اديك مثال، قولي. اللي زعلانه مثلا ان جوزها خانها تبص على اللي جوزها بيخونها مع صاحبتها. ماشي. واللي جوزها بيخونها مع صاحبتها تبص على اللي جوزها بيخونها مع جوز صاحبتها، وهكذا وهكذا. طب وحضرتك بتتبع الاسلوب ده يعني؟ طبعا. تمام، على كده طبعا سعيده في حياتك. لا طبعا، بس انا معايا الكارنيه الكحلي، انا ماشيه قانوني. انا مش رحبوا معايا يا جماعه بسعاده الوزيره السعاده المصريه الدكتوره ابتسام سعيد. شكرا يا فندم. ميرسي ميرسي، اتفضلي.